خلعتيني يامه. ان شاء الله عمرك ما تنخلع علي يا حبيبي. اتوحشت الجو جوي جوي يا حاج. ولا اتوحشت الجو جوي 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 جوي. لا ريحتهم طبيخه كلمهم لك الاول. رايك المفاجاه الحلوه دي؟ انت مش هتبطل يا عمايلك دي، كل مره عاود الاقيكي في الشقه ومن غير حتى تليفون. يعني فجاه زينه ولا عفشه؟ وده السؤال برضه. انت جيت اسكندريه مين؟ انا جيت النهارده الصبح، كان عندي مصلحه كده قضيتها وجيت على هنا. غسلت لك خلاجاتك وطبخت لك طبيخك ورتبت لك بيتك وشويه واغسل لك مواعينك. انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ مفيش، كنت عايز منى على الغدا. الحكايه فيها منى يعني؟ ماشي، من لقى احبابه ونسى اصحابه يا سيدي. اوعى تقليها تاني، انا الدنيا كلها باللي فيها ما تنسنيش ام حبيبتي وتاج راسي. انا عايش بحسك ودعاك اللي يا يما. سيبك من الشغل ده وتعالي نقعد في البلكونه نشمموك هوا اسكندريه. بس قوليلي، اللبس الجميل اللي بيلمع وبيبرق ده هينطق عليك يا حاج؟ عجبك من خالد بن الوليد؟ كل ما اروح اجيب لي جلابيه البسها هناك في اسكندريه. ما دام كده بقى يا حاجه، اقلعي كمان الاسود في البلد والبس ده. لا انا بلبس هنيه ملون عشان ما اغمقش يا حبيبي، لكن لو عليا انا ما اخلعش الاسود العمر كله. مش تطمنيني كده وتقولي لي عليا ورشيدة عاملين ايه؟ شوف الوار قال يعني ما بيكلمهمش في اليوم 10 مرات وما يعرفش عنهم حاجة. بس أنا بحب أطمن عليهم منك أنت يا حجة. والله يا ولدي أنا نفسي ربنا يطمني على عالي في بيت جوز زي ما كرمني كده في رشيدة مع واحد ابن حلال. وبمناسبة سيرة الجواز، أنا اتفقت أنا ومنى إني مفيش جواز غير بعد التخرج واشتغل بسنة واحدة على الأقل. لكن يعني ممكن نعمل خطوبة أول ما اتخرج. أنت عارف يا حسن، منى دي ست العرايس، والله ما نلاقي زيها أبدا. أول ما شفتها دخلت قلبي يا حبيبي. أقول لك يوم أنا واقع في عرضي من ساعة ما دخلت البيت وشميت ريحة وجلك وأنا أتجنن ومتشعوت أكتر وأكتر. أحب على قدك تعالي وكليني. أنت هتلففني البيت كله كعب داير ولا إيه؟ بسم الله على يدك يا حبيبي. طمنيني يا أمه، عاملة إيه شغلك؟ الحمد لله، مفيش أحسن من كده. ربنا بارك في القليل لما بقى كتير. ربنا يزيد ويبارك. انت تعبتي وشقيتي علينا سنين كتير قوي يا حجه. يعني هو انا عايشه عشان مين مش عشانكم؟ وبمناسبه الحديد الحلو ده عايز اطلب منك طلب. امه عمي نجاتي عمل لك ايه الراجل ده؟ هو ما عملش حاجه يا امه، بس انا برضك ما بقتش صغير عشان يفضل كده زي خيالي في الرايحه وفي الجايه. بقول لك ايه، مش انا عامله لك مفاجاه؟ ايوه، غيري بقى الحديد زي كل مرة. لا مش زي كل مرة، أنا اتدليت مخصوص سكندرية عشان أتمها على خير. لفيت لاف. هي إيه المفاجأة دي؟ هي تبقى مفاجأة لما أقولها لك يا حلة أمه. هنفضلوا واقفين هنا كتير لحد ما نخشوا لمدير النيابة. زهر البيه وكيل النيابة اخوي قصدها. انت يا ابني ادخل جوه ليحيى بيه قول لاخوك حمدان العمدة واقف بره. سبق وقلت للبيه وكيل النيابة وقال لي لما يفضى يبقى خليك تخش له. ما عرفش اسمه فتح الله ده اتجرأ كيف واشتكاك يا حمدان؟ الله، هو نسي ان انت كبير البلد وعمدتها؟ معلش يا عمي، يظهر العلقة اللي خدها ما ربتهوش، بس انا عارف كيف أدب الكلب ده، هيروح مني فين؟ اتفضل. خليك هنا يا عمي، بينا متر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يحيى اخوي وحشني كتير. بالحضن بالحضن يا اخوي. انت هنا في مكتب النيابه يا عمده، وفر احضانك وسلاماتك لما اكون في بيتك. أنا هنا كمان اسمي حضرة وكيل النيابة. ماشي، اللي تشوفه يا حضرة وكيل النيابة. وما تقعدش إلا لما أقول لك.
اتفضل اقعد. اتفضل. اتفضل يا استاذ. اسمك وسنك ووظيفتك. حمدان هارون صفوان، سن 45 سنه، عمده الصفوانيه. انا قدامي محضر شرطه من المدعو نصر عبد السميع، بيتهمك فيه انك اتعديت عليه وضربته. موكلي ما ضربش حد يا حضره وكيل النيابه. والاصابات اللي في المجني عليه واللي متحرر بيها تقرير طبي من المستشفى. هو اللي عور نفسه وراح اتبلى عليا. محضر الشرطة ما فيهوش شهادة شهود يؤكدوا إن موكلي اتعدى بالضرب على المدعو ناصر عبد السميع. لكن تحريات الشرطة المرفقة بالمحضر بتأكد إن حمدان بجانب تعديه على ناصر عبد السميع اتعدى كمان على واحد اسمه فتح الله. والإصابات موجودة في التقرير الطبي. أنا بطعن في تحريات الشرطة. أبو اتهام ناصر عبد السميع ليك يا حمدان بإنك هددته وضربته لما رفض يبيع لك محصول أرضه بالثمن اللي أنت حددته له واللي أقل من ثمن السوق بكتير. ما حصلش، الراجل ده بيفتري علي. وهيفتري عليك ليه؟ في عداوة سابقة بينكم؟ لا مفيش. عندك أجوال تانية يا عمدة؟ ما عنديش أجوال غير النصر عبد السميع ده راجل كذاب وبيتبلى علي. أمرنا نحن يحيى هارون وكيل نيابة نجا حمادي بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. انت بتقول ايه؟ انت عاوز تحبسني؟ وطي حسك يا حمدان. وطي حس كيف يعني؟ عاوز تحبس اخوك يحيى؟ انا في شغلي ما عنديش اخويا ولا ابويا. للدرجه دي بتكرهني؟ للدرجه دي امك سممتك من ناحيتي؟ احفظ ادبك ولم روحك، والا اقسم بعزة وجلال الله اتهمك بإهانة النيابه وتبقى تهمه جديده. انت فاهم ولا لا؟ انت يا عمده سيب حضره وكيل النيابه يعمل اللي هو عايزه، والقانون هو اللي بيننا وبينه. ده بتقول ايه انت كمان؟ تمام يا فندم. خد المتهم ده ونزل الحجز. امرك يا فندم. قدام يا متهم. هو عيادتك. قلت ايه يا عمده؟ ايه وكيل النيابه امر بحبسي. حبسك؟ معقول؟ اتجنن ده ولا ايه؟ وسع متهم. اتفضل يا استاذ. قدام يا متهم. ما تقلقش يا عمده، اللي مدير النيابه عامله معاك ده في خطا قانوني. خطا قانوني؟ خطا قانوني يعني ايه؟ كيف ده يا متهم؟ بما ان مدير النيابه اخوك كان لازم يستشعر الحرج وتنحى عن نظر الشكوى والتحقيق، ولانه ما عملش كده من حقنا نشتكي للمحامي العام. المهم يا متهم ما تحبس. انا عمده الصفونيه، ما يصحش اتحبس عشان واد هالفوت زي ده. حبسك مش هيستمر كتير، اطمن يا عمده، انا هطلب مجابله محامي العام فورا. فوت قدام يا متهم. تصرف يا متر. انت ما كانش المفروض تحقق معاه ولا تحبسه؟ يا عالي انا حققت معاه لان ده واجبي، وبعدين انا ما فيش بيني وبينه حاجه استشعر معاها الحرج، وقراري بحبسه مش نابع بسبب مشاكل شخصيه تجاهه، وبالعكس ده بناء على وقائع اتهام ثابت. بس هو مش هيفهمك ده. هو حر. أنا الشيء الوحيد اللي بيخليني أخد قرار هو نصوص القانون وضميري. وبعدين سيبك، سيبك من السيرة دي، خلينا فيك أنت. حضرة المحامية الأمامة كان عندها شغل النهاردة في النيابة ولا إيه؟ شغل قليل وخلصته، وقلت أجي أشرب معاك القهوة من قهوة النيابة المحترمة. ده أنت شرفت النيابة وشرحت صدر النيابة ونورت النيابة بطلتك دي، بس يا ريت تكرريها كل يوم. المهم صدر النيابة ما يضيقش من الزيارات دي. لا، من ناحية دي اطمن، النيابة معاكي صدرها واسع قوي 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 قوي. اللي قولي لي بالحد صحيح، أخبار شغل مكتبك إيه؟ الحمد لله، الشغل بيزيد يوم بعد يوم، وثقة الموكلين فيا بتزيد مع كل قضية بكسبها. وأنا كنت متوقع النتيجة دي، لأنك محامية شاطرة، وخصوصاً بعد ما خدت الماجستير في القانون. وأنا يا يحيى ما انساش أبداً وقوفك جنبي، أيام ما كنا بنفتح المكتب، وما كانش بيخش لي موكل واحد. بتكلميني يعني كاني غريب عنك، او كاني ده مش واجبي، وقبل ده كله كان انا وانت يعني. انا خلصت قهوتي وما عاوزاش اضيع وقت النيابه. ما قلت لك النيابه معاكي صدرها واسع، ضيعي بس انت وقتها. عاوزه تمشي بسرعه كده ليه؟ مكسوفه مني اياك.
يا دوبك اروح انام ساعتين، عندي شغل بالليل في المكتب وموكلين جايين لي. يعني ما ينفعش اعزمك الليله دي على العشاء؟ خليها الجمعه، بس هتكون عندينا في الصفونيه في بيتنا. في الصفونيه ليه؟ ما انت لازم تتعود.